بسم الله الرحمن الرحيم. البلاك جروبس، فصائل الدم. انتوا خدتوا فصائل الدم، الناس اللي خدت احياء خدت فصائل الدم في الاحياء اللي هما الاي والبي والاي بي والاو. ايه اهميه فصائل الدم؟ اهم حاجه طبعا دلوقتي في البلاد ترانسفيوجن، اهم اهميه فصائل الدم في البلاد ترانسفيوجن. ولو تفتكروا كده كانوا يقولوا لك ان العيان اللي فصيل الدم ايه ما ينفعش ياخد دم بي، والعيان اللي فصيل الدم بي ما ينفعش ياخد دم فصيل الدم ايه. العيان اللي فصيل الدم بي ما ينفعش ياخد دم ايه من بره. طيب هو على اي اساس ان احنا قسمنا البلاك جروبس بتاعتنا لاربعه بلاك جروبس؟ قال لك على اساس سيستم اسمه الاي بي او سيستم. اي بي او سيستم هو عباره عن ايه السيستم ده؟ قال لك السيستم ده عباره عن انتيجين بتبقى موجوده على الار بي سيز بتاعتك. يعني ايه كلمه انتيجين؟ قال لك انتيجين اللي انا رسمه هنا ده على الار بي سيز، الدايره الحمراء دي ار بي سيز تمام، واللي عليها وده السيل ممبرين بتاعها، بيبقى عليها من بره جزء كده بيبقى ظاهر كده على السيل ممبرين من بره، ده بيبقى مميز لكل ار بي سي هايه بتاعت شخص عن الار بي سي هايه بتاعت الشخص التاني. يعني ايه؟ عارفين الاي دي اللي بيتلبس على اللبس؟ يعني مثلا انت اسمك احمد محمد مثلا، بتبقى لابس اي دي مكتوب عليه احمد محمد. الاي دي ده ما ينفعش حد غيره هو اللي يبقى لابسه على اللبس بتاعه. شخص تاني هتلاقيه مثلا اسمه علي، هتلاقي الاي دي بتاعه مكتوب عليه علي، هو علي ما ينفعش الا علي هو اللي يبقى لابس الاي دي اللي مكتوب عليه علي. فالاي دي ده هو نفس الفكره بالنسبه للار بي سيز اللي موجوده في جسمك. كل ار بي سيز بيبقى عليها من بره حته بروتين كده او لايبو بروتين بتبقى موجوده من بره كده بتبقى مميزه ليه. في نوع من الار بي سيز بيبقى موجود عليه الاي انتيجين، الاي جي دي اختصار كلمه انتيجين تمام. في خلايا ار بي سيز بيبقى موجود عليها من بره البي انتيجين، في خلايا بيبقى موجود عليها الاي والبي انتيجين، وفي خلايا من الار بي سيز ناس بيبقى عندهم الار بي سيز بتاعتها ما عليهاش اي حاجه لا A ولا بي انتيجين. على اساس الانتيجين اللي بيبقى موجود على الار بي سيز من بره انا بدي اسم للار بي سيز بتاعته، وبالتالي بدي اسم لفصيله الدم بتاعته. يعني الشخص اللي عنده على الار بي سيز بتاعته انتيجين A يبقى الشخص ده فصيله الدم بتاعته A، الشخص اللي عنده على الار بي سيز بتاعته انتيجين B يبقى فصيله الدم بتاعته B، الشخص اللي على الار بي سيز بتاعته انتيجين A وB يبقى فصيله الدم بتاعته AB، الشخص اللي فصيله الدم بتاعته او الار بي سيز بتاعته ما عليهاش اي حاجه لانتيجين A ولا B بنسميها O، فصيله الدم O. يبقى على اساس الانتيجين اللي على الار بي سيز انا بسمي فصيله الدم بتاعتي A B A B و O. في البلازما اللي هو الجزء ده اللي حوالين الار بي سيز، الار بي سيز بيبقى في حاجه ماشيه في البلازما بنسميها ايه؟ بنسميها الانتي بودي. بمعنى ان الشخص اللي فصيل الدم ايه؟ يعني على الار بي سيز بتاعته انتيجين ايه؟ بتبقى في انتي بودي اجسام مضاده ماشيه في البلازما بتاعته، مش ماسكه في الار بي سيز بقى المره دي، لا ماشيه في البلازما بتاعته اسمها انتي بودي بي. هو الانتي بودي بي ده شايفين شكله مثلث، ينفع يمسك في الانتيجين A اللي موجود في الار بي سيز بتاعت الشخص اللي فصيله دمه ايه؟ لا. ده يا جماعه ده جسم بتاع شخص فصيله دمه ايه؟ الار بي سيز بتاعته عليها انتيجين A، البلازما بتاعته فيها انتي بي. يعني الشخص ده ينفع اقول لك ان فصيله الدم بتاعته يبقى فيها انتي A؟ ما هو لو كان الشخص ده عنده انتي A في البلازما بتاعته كانت هتهاجم الار بي سيز بتاعته وهتعمل له هيموليسيس، هتكسر الار بي سيز. فبالتالي ربنا خلى ان الار بي سيز بتاعت الشخص ده يبقى عليها انتيجين A، يبقى البلازما بتاعته فيها انتي B، والشخص اللي فصيله دمه B يبقى عنده انتيجين B على الار بي سيز وعنده انتي A في البلازما، والشخص اللي فصيله دمه A B ما يبقاش عنده اي انتيبادز في البلازما. ليه بقى؟ لان هو لو كان عنده انتي A كانت هتهاجم الانتيجين ده هتكسره الار بي سيز، ولو كان عنده انتي بي في البلازما كانت هتهاجم الانتيجين دي وهتكسره الار بي سيز برضه. فبالتالي الشخص الاي بي ما عندوش اي انتي بودز في البلازما. طب الشخص اللي فصيله دمه او، قال لك الشخص اللي فصيله دمه او ده لا عنده انتيجين اي ولا انتيجين بي على الار بي سيز بتاعه، فبالتالي ينفع احط في البلازما بتاعته انتي بودز؟ اه. الشخص اللي فصيله دمه او عنده الانتي اي
والانتي بي، عنده الاثنين. يبقى لما اجي اسالك الشخص اللي فصيله دمه ايه، قول لي الانتيجين والانتي بادي اللي عندي، هتقول له عندي انتيجين ايه على الار بي سيز وانتي بادي بي في البلازما. طب الشخص اللي فصيله دمه بي، هتقول لي عنده انتيجين بي على الار بي سيز وانتي بادي ايه في البلازما. طب الشخص اللي فصيله دمه اي بي، هتقول لي عنده انتيجين اي وبي، اي وبي على الار بي سيز ونو انتي بوديز، ما عندوش انتي بوديز في البلازما بتاعته خالص. طب الشخص اللي فصيله دمه او، هتقول لي ما عندوش اي انتيجين على الار بي سيز وعنده انتي اي وانتي بي في البلازما. في اسامي ثانيه بالنسبه للتسميات بتاعه البلاد جروبس، في اسامي ثانيه لكلمه انتيجين وكلمه انتي بودي. الانتيجين ممكن نديله اسم ثاني اسمه اجلوتينوجين. يعني لما اقول لك كلمه اجلوتينوجين يبقى انا قصدي عليها الانتيجين اللي موجود على الار بي سيز، ولما اقول لك كلمه اجلوتينين، اجلوتينين يبقى انا قصدي على الانتي بودي اللي موجود في البلازما بتاعت الشخص. هي ايه النسب المئويه بتاعت البلاد جروبس في الناس؟ قال لك 40% من الناس فصيله دمهم ايه، 10% فصيله دمهم بي، 5% فصيله دمهم اي بي، و45% فصيله دمهم او. 45% فصيله دمهم ايه، او. السؤال اللي هيجي طبعا في دماغك دلوقتي، اول سؤال اول ما اقول لك الاو دي 45% هتقول لي ايه ده، دي اكبر نسبه فيه. طب امال ازاي بيقولوا ان فصيله دم او ده فصيله نادره؟ لان تسميه بتاعت الفصيله ان هي اي بي او اي بي او او لسه ما خلصتش. في حاجه ثانيه بنقسم على اساسها فصائل الدم اللي هي ايه؟ قال لك في حاجه بتبقى موجوده على الار بي سيز من بره كده وممكن ما تبقاش موجوده، انتيجين ثاني بيبقى موجود على الار بي سيز من بره وممكن ما يبقاش موجود. اسمه ايه الانتيجين ده؟ قال لك اسمه الار اتش فاكتور. اسمه ايه؟ اسمه الار اتش فاكتور، ار اتش فاكتور. قال لك الار اتش فاكتور ده يا موجود او مش موجود، يعني ممكن الار بي سيز يبقى عليها ار اتش فاكتور وممكن الار بي سيز ثانيه بتاعت شخص ثاني ما عندوش الار اتش فاكتور. يعني الاشخاص بنقسمهم على اساس الار اتش فاكتور لايه؟ قال لك لار اتش بوزيتيف يعني عنده الار اتش فاكتور على الار بي سيز، وار اتش نيجاتيف يعني ما عندوش الار اتش فاكتور على الار بي سيز بتاعك. تعال نتكلم شويه على الار اتش فاكتور ده. قال لك الار اتش فاكتور ده اول ما اكتشفوه في نوعيه من القرود اسمها ريزس، فسموه عامل ريزس او ار اتش فاكتور. الار اتش فاكتور بيبقى موجود في 85% من الناس ومش موجود في 15% من الناس. يعني ايه؟ يعني الشخص اللي فصيله دم او، ما تقوليش الشخص ده فصيله دم او تسكت، لازم تقولي الشخص ده فصيله دم او بوزيتيف ولا او نيجاتيف. يعني ايه بقى كلمه او بوزيتيف ولا او نيجاتيف؟ كلمه او بوزيتيف، او يبقى ما عندوش لا انتيجين ايه ولا انتيجين بي على الار بي سيز، وبوزيتيف يعني عنده الار اتش فاكتور على الار بي سيز بتاعته. طب تعالوا نرسمها كده، شخص فصيله دم او بوزيتيف، ادي الار بي سيز بتاعته، هرسم عليها اي انتيجين اي او بي؟ لا، بس هرسم عليها الار اتش فاكتور. يبقى الانتيجين الوحيد اللي موجود عند الشخص اللي فصيله دم او بوزيتيف الار اتش فاكتور. طب الشخص اللي فصيله دمه اي بي نيجاتيف، اي بي نيجاتيف هترسمها لي ازاي؟ ادي الار بي سي هي اهي، عنده انتيجين اي، عنده انتيجين بي، بس ما عندوش الار اتش فاكتور، ما عندوش الار اتش فاكتور. طب الشخص اللي فصيله دمه اي بي بوزيتيف، يبقى ساعتها على الار بي سيز بتاعته عنده ثلاث حاجات، عنده الاي انتيجين والبي انتيجين والار اتش فاكتور، الثلاثه لو هو ار اتش بوزيتيف. الفصيله النادره، الفصيله النادره الاو نيجاتيف، الاو نيجاتيف وليس الاو بس، لا لازم تقول لي كده الاو نيجاتيف هو اللي نادر. طب ارسم لي الار بي سي بتاعت الشخص الاو نيجاتيف كده اهي.
احط على الار بي سيز اي انتيجين اي او بي او ار اتش؟ لا مش هتحط لي عليها اي انتيجين لان هو او نيجاتيف. الاو عارفين الار بي سيز بتاعته اللي عليها لا اي ولا دي. طب ونيجاتيف؟ قال لك نيجاتيف يبقى ما عندوش الار اتش فاكتور، فبالتالي الار بي سيز بتاعته ما عليهاش الار اتش فاكتور. اتفقنا على النقطه دي؟ دي اول نقطه واول تقسيمه للار اتش فاكتور، للبلاك جروبس والار اتش فاكتور. بصوا على الجدول ده كده، الجدول ده بيقول لك كل فصيله دم يقدر يدي لمين، يودونيت لمين، ويقدر ياخد دم من مين. يعني مثلا عندك فصيله دمه ايه، يقدر يدي الدم لفصيله دمه ايه اللي هو نفس فصيله الدم بتاعته، ويقدر يدي للشخص اللي فصيله دمه ايه بي. طب اللي فصيله دمه ايه ده يقدر ياخد دم من مين؟ قال لك يقدر ياخد من شخص فصيله دمه ايه، او يقدر ياخد من شخص فصيله دمه او. طب الشخص اللي فصيله دمه بي يقدر يدونيت او يدي دم لواحد فصيله دمه بي او واحد فصيله دمه اي بي. طب يقدر ياخد دم من مين؟ قال لك من شخص فصيله دمه بي او من واحد فصيله دمه او. اللي فصيله دمه اي بي يقدر يدونيت لمين؟ يقدر يدي دم اللي فصيله دمه اي بي بس. طب يقدر ياخد دم من مين؟ قال لك ياخد دم من اي بي او اللي فصيله دمه اي او اللي فصيله دمه بي او اللي فصيله دمه او. يعني يقدر ياخد من اي حد. عشان كده احنا سمينا الاي بي يونيفرسال ريسيبيانت. السؤال هنا بقى اللي بيجي في الامتحان يقول لك واتس مينت باي، وات از مينت باي يونيفرسال ريسيبيانت. احنا نقصد ايه بكلمه يونيفرسال ريسيبيانت؟ هتقول لي اللي بقصد بيها يونيفرسال ريسيبيانت او الشخص اللي بقصده ان هو يونيفرسال ريسيبيانت اللي هو الشخص اللي فصيله دمه اي بي. طب ليه الشخص اللي فصيله دمه اي بي is a universal recipient، يقدر ياخد دم من اي حد؟ لان الشخص اللي فصيله دمه اي بي ما عندوش اي انتيبادز في البلازما، فبالتالي مهما كان نوع الار بي سيز اللي انت هتدخلها جوه جسمه، يعني ار بي سيز عليها انتيجين بي، ار بي سيز عليها انتيجين اي وبي، ار بي سيز عليها انتيجين اي، ار بي سيز ما عليهاش اي انتيجين خالص، مهما كان نوع الار بي سيز اللي انت هتدخلها جوه جسمه مفيش انتيبادز عنده تهاجم الار بي سيز اللي انت عطاها له من بره دي، فما عندوش اي مشكله ياخد اي فصيله دم. طيب لو كان شخص فصيله دمه او، يعني الار بي سيز بتاعته ما عليهاش اي حاجه بس عنده انتيبادي ايه وانتيبادي بي في البلازما، وانت جيت نقلت له دم ايه، يعني الار بي سيز عليها انتيجين ايه، قال لك الار بي سيز اللي عليها انتيجين ايه اللي انت عطيها من بره دي، اول ما هتخش الدم بتاع الشخص اللي فصيله دمه او، الانتيبادي ايه اللي موجود عنده في البلازما هيبتدي يكسر الار بي سيز اللي انت عطاها له من بره. عشان كده الشخص اللي فصيله دمه او ما ينفعش ياخد الا من شخص فصيله دمه او، يعني الاو ما ينفعش يرسيف دم الا من شخص فصيله دم الار بي سيز بتاعته ما عليهاش اي حاجه. ليه؟ لان اللي فصيله دم او ده عنده انتي اي وانتي بي في البلازما، عنده انتي اي وانتي بي في البلازما. تمام. طيب الاو ينفع يدي للاو وينفع يدي للاي وللبي وللاي بي، وينفع ياخد دم او ينفع يدي للاربع فصائل، وينفع ياخد دم من شخص واحد بس اللي هو الاول زي الشخص اللي فصيله دم او الار بي سيز بتاعته ما عليهاش اي حاجه. طيب انت هتنقل دم او لواحد فصيله دم ايه، يعني عنده انتيجين ايه على الار بي سيز وانتيبادي بي في البلازما، الار بي سيز اللي انت عطاها له من بره دي في اي انتيجين موجود عليها؟ لا. فبالتالي الار بي سيز اللي انت عطاها له من بره دي ما عليهاش اي انتيجين، فالانتيبادي اللي موجود في البلازما هنا ده مش هيلاقي حاجه يمسك فيها، فعادي خالص ان انت تدي واحد فصيله دم ايه تدي له دم من بره او. في حاجه انا نسيت اقولها، ان الار بي سيز بتاعتنا بيبقى عليها من بره انتيجين زي ما اتفقنا، وكل انتيجين ليه الانتيبادي المميز ليه لايك كي اند لوك، زي المفتاح والقفل. الانتيبادي ده لو قلنا ان ده انتيجين ايه، الانتي ايه ما ينفعش يمسك الا في الانتيجين ايه، بنسميها عمليه اسمها اجلتونيشن. عمليه اسمها ايه ده؟ اجلتونيشن. انتيجين
انتيبادي رياكشن، تفاعل الانتيجين والانتيبادي بنسميه اجلوتينيشن. طب يعني لو جبت انتي بي هينفع يمسك في الانتيجين ايه؟ قال لك لا، لازم يبقى على الار بي سيز في ايه؟ قال لك لازم على الار بي سيز يبقى في انتيجين بي عشان ينفع يمسك فيه. لايك كي اند دروب. عمليه ان الانتيبادي يمسك في الانتيجين بنسميها ايه؟ بنسميها اجلوتينيشن. بنسميها ايه؟ اجلوتينيشن. هنجي لها دلوقتي الحته دي. تمام؟ الجدول ده مهم، الجدول ده مهم قوي، انقلوه زي ما هو كده عندكم في الكتاب لو هو مش موجود عشان هيتحفظ. انا ازاي بعرف فصيله الدم؟ ازاي بعرف فصيله الدم بتاعت شخص؟ قال لك بنجيب سلايد، سلايد ازاز بالمنظر ده، والسلايد الازاز دي بقسمها لثلاث اجزاء زي ما انا مقسمها كده، وبشك الراجل باللانسيت الشكاكه وبطلع دروب اوف بلاد من الصنب بتاعه، بحط دروب اوف بلاد هنا ودروب اوف بلاد هنا ودروب اوف بلاد هنا، بحط ثلاثة دروبس اوف بلاد، واحد اثنين ثلاثة، وببقى كاتب ورقة من فوق كده ان اول سيكشن ده اسمه انتي اي، ثاني سيكشن اسمه انتي بي، ثالث سيكشن اسمه انتي ار اتش. طب يعني ايه بقى انتي اي وانتي بي وانتي ار اتش؟ انت دلوقتي اللي انت مش عارفه مين، قال لك الفصيله بتاعت الدم بتاعت الشخص اللي انت حطيت الدروبس اوف بلاد بتاعته على السلايد. طب ايه اللي معروف بالنسبه لنا في المعمل؟ قال لك اللي معروف بالنسبه لك في المعمل الاجسام المضاده، وانت مصنعها عندك في المعمل بالريكومبنت دي ان اي. فانت عندك في المعمل بيبقى فيه ثلاث قطارات، ثلاث قطارات، قطاره مكتوب عليها انتي اي، وقطاره مكتوب عليها انتي بي، وقطاره ثانيه مكتوب عليها انتي ار اتش. طب ايه الثلاثه دول؟ قال لك دول الانتيبادز، دول الانتي اي الانتيبادز، معروفين بالنسبه لك، معروفين بالنسبه لي. هو ايه اللي مش معروف بالنسبه لنا؟ قال لك الانتيجين اللي موجود على الار بي سيز بتاعت الشخص، هو ده اللي انا ما اعرفوش. طيب هنعرفه ازاي؟ قال لك هنعرفه ان احنا نحط الثلاثه دروبس اوف بلاد بالمنظر ده كده. طب بعد ما احط الثلاثه دروب اوف بلاد، هاجي حاطط على السكشن الاولاني انتي اي، وانا عارف ان السكشن الاولاني ده خلاص انا كاتب فوقيه ان ده اتحط عليه انتي اي، والسكشن الثاني من السلايد هحط عليه انتي بي، والسكشن الثاني ده خلاص ده معروف ان هو انتي بي، والسكشن الثالث هحط عليه انتي ار اتش، واسيب السلايد بتاعتي بالظبط دقيقه او دقيقتين واجي بصص عليها. هتلاقي السلايد بتاعتك شكلها بقى عامل كده. شوف شكلها الاول كانت دروب اوف بلاد كلها هموجنس مع بعضيها، متماسكه مع بعضيها كده، لما سبتها دقيقه او دقيقتين بعد ما حطيت عليها الانتي اي والانتي بي والانتي ار اتش، لقيت شكل السلايد بتاعتي بقى عامل كده. فصيله الدم اللي قدامكم دي بتاعت الشخص ده طلعت ايه؟ بصوا كده طلعت ايه؟ طلعت اي بي نيجاتيف. ازاي فصيله الدم بتاعت الشخص ده انا قريتها من السلايد كده ان هي اي بي نيجاتيف؟ من الشكل اللي ابتدى يظهر عندي على السلايد. شايفين الدروب اوف بلاد دي شكلها كان عامل ازاي وشكلها عامل ازاي؟ بقت فراجمنتد، بقت مكسره، نقط حمراء نقط حمراء نقط حمراء، والثانيه نفس القصه بقت نقط حمراء كتيره كده، واللي عليه اتحط عليها انتي ار اتش لسه زي ما هي. طب معناه ايه شكل السلايد ده؟ قال لك شكل السلايد ده معناه ايه؟ ان انا لما حطيت الانتي اي على الدروب اوف بلاد بتاعت الشخص، الانتي اي لقى حاجه على الار بي سيز بتاعت الشخص يمسك فيها، اللي هو مين؟ قال لك لقى الانتيجين اي على الار بي سيز بتاعت الشخص، فالانتي بادي اللي انا حاطه من بره مسك في الانتيجين ده، راح مكسر الار بي سيز، حصل حاجه اسمها اجلوتينيشن. الاجلوتينيشن ده النتيجه النهائيه بتاعته، ان بعد ما يحصل عندي انتيجين انتي بادي رياكشن ان يحصل عندنا اجلوتينيشن، الاجلوتينيشن بيؤدي الى الهيموليسيس اوف ار بي سيز، ان الار بي سيز تتكسر. يبقى المنظر اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ اسمه اجلوتينيشن. ان الار بي سيز بتاعتي ابتدت تتجمع على بعضها بالمنظر ده وتتكسر، بقت فراجمنت، ما بقتش هيموجينس زي ما هي كده. ولما حطيت الانتي بي على الدروب اوف بلاد بتاعت الشخص في السكشن الثاني، الانتي بي اللي انا حطيته لقى انتيجين بي على الار بي سيز فراح ماسك فيه، وابتدى برضه يحصل اجلوتينيشن فراح مكسر الايه؟ الدروب اوف بلاد دي، عمل اجلوتينيشن والدروب اوف بلاد اتكسرت بقت فراجمنتد بالمنظر. المنظر ده بيبقى مميز جدا في الحقيقه. طيب الدروب اوف بلاد بتاعت الشخص اللي انا حطيت عليها انتي ار اتش، لقيتها شبه الدروب اوف بلاد في الاول خالص قبل ما احط عليها اي حاجه. طب ليه الدروب اوف بلاد دي اللي انا حطيت عليها انتي ار اتش شكلها ما اتغيرش؟
قال لك لان انت لما حطيت الانتي ار اتش على الدروب اوف بلاد، الاجسام المضاده اللي اسمها انتي ار اتش على الدروب اوف بلاد بتاع الشخص، ما لقاش حاجه على الار بي سيز يمسك فيها. ما فيش ار اتش فاكتور على الار بي سيز بتاعت الشخص ده. يبقى هيحصل عندك اجلوتينيشن انتيجن انتي بودي رياكشن يعني؟ لا. فالدروب اوف بلاد بتاعتك هيفضل شكلها زي ما هي. يبقى الشخص ده في النهايه على الار بي سيز بتاعته عنده ايه؟ عنده اي انتيجن. ليه عنده اي انتيجن؟ الانتي اللي انا حطيته من بره لا حاجه يمسك فيها على الار بي سيز اللي هو الاي انتيجن. ولما حطيت الانتي بي على الار بي سيز بتاعت الشخص ده لا حاجه يمسك فيها، فبالتالي الشخص ده عنده البي انتيجن. لما حطيت الانتي ار اتش ما عملش اي حاجه، الدروب اوف بلاد بتاعته فضلت زي ما هي، فالشخص ده ما عندوش الار اتش فاكتور. يبقى الشخص اللي عنده انتيجن اي وانتيجن بي على الار بي سيز وما عندوش الار اتش فاكتور، يبقى الشخص ده فصيلة دمه ايه؟ اي بي نيجاتيف، اي بي نيجاتيف. طب هرسم واحده كده وانتوا تقولوا لي الشخص ده فصيله الدم بتاعته ايه؟ هنقسم السلايد بتاعتنا لثلاثه برضو. اول سيكشن ده هحط الانتي اي، ثاني سيكشن هحط الانتي بي، ثالث سيكشن هحط الانتي ار اتش. بس قبليهم هحط دروب اوف بلاد من بتاعت الشخص بالمنظر ده كده، ودروب اوف بلاد بتاع الشخص بالمنظر ده كده، وادي الدروب اوف بلاد الثالث. ثلاثة دروبس اوف بلاد. بعد كده احط انتي اي هنا، انتي بي هنا، وانتي ار اتش على السكشن. بعد ما سبت السلايد بتاعتي دقيقة او دقيقتين وجيت بصيت عليها لقيت شكل السلايد بقى عامل كده. شكل السلايد بقى عامل كده، بصوا. السكشن اللي حطيت عليه انتي اي بقى فراجمنتد، والسكشن اللي حطيت عليه الانتي ار اتش بقى فراجمنتد برضه. معناه ايه السلايد دي؟ قال لك السلايد دي معناها ان الشخص ده فصيله دمه اي بوزيتيف. طب ليه انت قلت لي ان الشخص ده فصيله دمه اي بوزيتيف؟ لان انا دروب اوف بلاد الاوليه لما حطيت عليها الانتي اي حصل عندي اجلوتينيشن في الدروب اوف بلاد. يعني ايه اجلوتينيشن؟ يعني حصل عندي انتيجن انتي بودي رياكشن. الانتي بودي اللي انا حطيته من بره لقى الاي انتيجن موجود على الار بي سيز، راح ماسك فيه وعمل اجلوتينيشن، كسر الار بي سيز، عمل لها هيمونيسيس فبقت بالشكل ده كده. فالشخص ده عنده الاي انتيجن على الايه؟ على الار بي سيز بتاعته من بره. لما حطيت الانتي بي على الدروب اوف بلاد ما حصلش فيها حاجه. طب ده معناه ايه؟ قال لك معناه ان الانتي بي اللي انت حطيته من بره ما لقاش حاجه على الار بي سيز يمسك فيها، الشخص ده ما عندوش البي انتيجن على الار بي سيز بتاعته. لما حطيت الانتي ار اتش على الار بي سيز بتاعت الشخص عمل لها فراجمنتيشن، عمل لها اجلوتينيشن، الار بي سيز اتكسرت حصل فيها هيموليسيس، فبالتالي الشخص ده عنده الار اتش فاكتور على الار بي سيز بتاعته. ففي النهايه يبقى الشخص ده عنده مين؟ انتيجين اي وانتيجين اي على الار بي سيز، عنده انتيجين اي وانتيجين بتاع الار اتش على الار بي سيز، عنده بي؟ لا ما عندوش بي. ليه ما عندوش بي؟ لان انا لما حطيت الانتي بي من بره الدروب بلاد بتاعتي فضلت زي ما هي، معناها ان ما حصلش عندي اجلوتينيشن، ما حصلش تكسير لكريات الدم الحمراء بتاعتي او الار بي سيز، فبالتالي ما فيش بي انتيجين على الار بي سيز بتاعت الشخص ده. اخر واحده، اخر سلايد، لان السلايد هيجي لك في الامتحان، هجيب لكم بقى سلايد اللي هيجي لك في الامتحان بالظبط شكلها بيبقى عامل ازاي. السلايد بتاعت الامتحان شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هجيب لك في الامتحان سلايد بالشكل ده كده. متقسمه لثلاثه. وبعد كده هكتب لك على السلايد من فوق ان دي اتحط عليها انتي اي، ودي اتحط عليها انتي بي، ودي اتحط عليها انتي ار اتش. وشكل السلايد بتاعتك شكلها طالع عامل كده. شكل السلايد بتاعتنا بعد ما حطيت عليها الانتي بوديز. انا بجيب لك السلايد جاهزه على طول في الامتحان، بتبقى مرسومه على فكره، مش ايه، مش سلايد حقيقيه، بتبقى مرسومه في المنظر ده. السؤال الاولاني هقول لك ايه فصيله الدم بتاعت الشخص ده؟ البلاد جروب بتاعته ايه؟ هتقول لي البلاد جروب بتاعت الشخص ده دي ما حصلش فيها اجلوتينيشن، يبقى ده ما عندوش الاي انتيجين، ما حصلش انتيجين انتي بادي رياكشن. والدروب الثانيه اللي حطيت عليها الانتي بي ما حصلش فيها اجلوتينيشن، يبقى ده ما عندوش البي انتيجين. وده لما حطيت عليه الار الانتي ار اتش حصل عنده اجلوتينيشن، يبقى ده عنده الار اتش فاكتور. يبقى ده عنده ايه؟ الار اتش فاكتور. طيب الشخص اللي ما عندوش الانتي اي، اللي ما عندوش انتيجين اي على الار بي سيز بتاعه،
وما عندوش انتيجين بي، ده اسمه ايه؟ هتقولي ده اسمه او. طيب ولو عنده بقى الار اتش فاكتور موجود على الاربسيس كده يبقى اسمه او بوزيتيف، يبقى الشخص ده ايه؟ او بوزيتيف. خلاص يبقى السلايد هيجي لك بالمنظر ده وهسالك عليه. السؤال الثاني اللي هساله لك على السلايد بعد ما تقول الشخص ده تصل الدم او بوزيتيف، هقول لك ايه الانتيجين اللي موجوده على الاربسيس وايه الانتيبادز اللي موجوده في البلازما عند الشخص ده. هتقول لي الانتيجين اللي موجود على الاربسيس بتاعت الشخص ده الار اتش فاكتور فقط. عنده A او B؟ لا ده O، ما عندوش A ولا B. طب ايه الانتيبادز اللي موجوده عنده في البلازما؟ الانتيبادز اللي موجوده عنده في البلازما عنده انتي A وعنده انتي B موجودين في البلازما بتاعته عادي خالص. اتفقنا؟ طب السؤال اللي بعد كده اللي على نفس السلايد، هقول لك الشخص ده يقدر يدي دم من مين؟ يدونيت لمين؟ ويقدر يريسيف دم من مين؟ هتقول للشخص اللي فصيله دم O يقدر يدونيت للشخص اللي فصيله دم O او A او B او AB، ويقدر يريسيف من الشخص اللي فصيله دمه O. اتفقنا؟ السلايد بتيجي بالمنظر ده والاسئله اللي تحتيها بتبقى ايه؟ نفس الاسئله اللي انا قلت عليها كده بالظبط. طيب في سؤال، في شويه اسئله كده بقى عاوزين ايه؟ عاوزين نجاوب عليها. عامل ريزوس الار اتش فاكتور قلنا ده موجود في نسبه 85% الناس بوزيتيف 85% والناس النيجاتيف 15%. طب الناس النيجاتيف دول اللي ما عندهمش كده كده الشخص البوزيتيف اللي عنده الار اتش فاكتور على الار بي سيز بتاعته، يعني هو جسمه عارف ان في حاجه اسمها ار اتش فاكتور على الار بي سيز، قال لك الشخص ده عمره ما بيكون انتيبادز، عمره ما بيكون انتيبادز ضد الار اتش فاكتور. يعني الشخص الار اتش بوزيتيف ده ما عندوش حاجه اسمها انتي ار اتش في الدم بتاعه. طب الشخص الار اتش نيجاتيف اللي ما عندوش ار بي سي، ما عندوش على الار بي سيز بتاعته ار اتش فاكتور مش موجوده، قال لك هل الشخص ده عنده ار اتش انتي ار اتش عنده انتيبادز اجينست الار اتش فاكتور؟ التفكير الطبيعي هتقول لي ان الشخص الار اتش نيجاتيف اللي ما عندوش ار اتش فاكتور جسمه ما يعرفش حاجه اسمها ار اتش فاكتور، فطبيعي زي الاي بي او سيستم ان هو الشخص اللي فصيله دمه ايه هيبقى عنده انتي بي. لا، قال لك الشخص اللي فصيله دم اللي هو ار اتش نيجاتيف ده في الطبيعي قبل ما يتنقل له دم، قبل ما يتنقل له اي دم، هو طبيعي خالص ما اتنقلش دم قبل كده وهو ار اتش نيجاتيف، قال لك الشخص ده ما عندوش اي انتيبادز في الدم بتاعه، ما عندوش اي انتيبادز للار اتش فاكتور يعني في الدم بتاعه. تمام؟ طيب امتى الشخص الار اتش نيجاتيف ده يبتدي يكون انتيبادز اجينست الار اتش فاكتور؟ بصوا القصه دي كده، هرسم لكم ار بي سيز الاول بتاعت شخص ار اتش نيجاتيف، ده شخص يجي الار بي سيز بتاعت شخص ار اتش نيجاتيف ما عليهاش الار اتش فاكتور. تمام؟ دي البلازما بتاعته ما فيهاش اي انتيبادز اجينست الار اتش. الشخص ده مشكلته ايه في نقل الدم؟ قال لك الشخص ده مشكلته في نقل الدم ان انت اول مره نقلت له دم عليه ار اتش فاكتور، يعني ار اتش بوزيتيف. هل جسم الشخص ده اللي هو الار اتش نيجاتيف ده يعرف حاجه اسمها ار اتش فاكتور؟ لا. قال لك في اول مره انت بتنقل له فيها دم ار اتش بوزيتيف، ار بي سيز عليها ار اتش فاكتور، قال لك الجسم بتاع الشخص بيبتدي الاميون سيستم بتاعه يعرف ان في جسم غريب دخل عنده اللي هو الار اتش فاكتور اللي انا اعطيه من بره ده. فالاميون سيستم بيبقى اسمه سنسيتايزد. يعني ايه سنسيتايزد؟ يعني الاميون سيستم ابتدى يعرف او يتعرف على الار اتش فاكتور بس لسه ما كونش انتي ار اتش، انتي ار اتش اجينست الار اتش فاكتور ده، لسه بيصنع. يبقى الشخص الار اتش نيجاتيف اول مره بتدي له فيها دم ار اتش بوزيتيف مش مشكله. المشكله بتبتدي امتى بقى؟ لو انت الشخص ده اعطيته لتاني مره دم ار اتش بوزيتيف. يعني الشخص ده لتاني مره انت اعطيته ايه؟ دم ار اتش بوزيتيف. ساعتها ايه المشكله؟ قال لك المشكله ان الاميون سيستم بتاعت الشخص ده بقت عارفه حاجه اسمها ار اتش فاكتور ان هو جسم غريب. فتاني مره هتنقل له فيها دم ار اتش بوزيتيف مش هيستنى بقى. هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا، الار اتش فاكتور اللي انت مدخله لي ده جسم غبي، انا لازم اهاجمه. يبتدي الاميون سيستم يطلع انتي ار اتش اجسام مضاده بكميات كبيره جدا تهاجم الار بي سيز اللي انت نقلتها في تاني مره. وتبتدي تتكسر. يبقى مشكله الشخص الار اتش نيجاتيف
امتى؟ قال لك في السكند تايم، في تاني مره بتنقل له دم فيها ار اتش بوزيتيف. اول مره بتنقل له فيها دم ار اتش بوزيتيف بيبقى اسمه سنسيتايز، تاني مره بتنقل له دم فيها ار اتش بوزيتيف لا خلاص الميو سيستم ما بقاش سنسيتايز دلوقتي، بقى عارف حاجه اسمها ار اتش فاكتور اللي هو جسم غريب، هيبتدي يهاجمه بكميات كبيره جدا من الانتيبادز، هتبتدي تكسر الار بي سيز اللي عليها الار اتش فاكتور دي، تعمل لها اجلوتينيشن وهيموليسيس، فيبتدي الدم بتاع الايه، يبتدي الدم اللي انت عطيه من بره ده يبتدي يتكسر. اتفقنا؟ ده بالنسبه لاهميه الار اتش فاكتور. اهميه الار اتش فاكتور عندنا في ايه تاني؟ قال لك في حاجه اسمها اريثروبلاستوزيس فيتاليس. يعني ايه الاسم الطويل او الاريثروبلاستوزيس فيتاليس؟ قال لك الاريثروبلاستوزيس فيتاليس او الهيموليتيك ديزيز اوف ذا نيو بورن. كانت القصه كده اتحكي لكم عليها في الاحياء برضو، ان لو اب او ميل بوزيتيف اتجوز في ميل نيجاتيف، الاب بوزيتيف والام نيجاتيف، يعني الاب عنده ار اتش فاكتور والام ما عندهاش الار اتش فاكتور، وجي اول طفل ار اتش بوزيتيف، الطفل الاولاني ده بيقول لك بيعدي، فهو بيقول لك ان الطفل الاولاني ده ما يحصلوش مشكله وبيعدي. طيب جابوا طفل تاني، الولاده الثانيه جابوا طفل تاني ار اتش بوزيتيف برضه، بيقول لك ان الطفل اللي في الولاده الثانيه ده او ثاني طفل ده، الطفل ده بيموت. طب ليه ثاني طفل ده مات واول طفل عدى؟ قال لك هي القصه في ايه؟ قال لك ان الام ار اتش نيجاتيف لما جابت الطفل الاولاني اللي هو الار اتش بوزيتيف ده وهو بيتولد، راح مدخل شويه ار بي سيز عليها الار اتش فاكتور للام، الام ما تعرفش حاجه اسمها الار اتش فاكتور، فبالتالي الام هتبقى سنسيتايزد للار اتش فاكتور اللي دخلها اول مره، واول طفل هيعدي خلاص هيتولد. ليه؟ لان الام لسه ما لحقتش تكون اجسام مضاده للار اتش فاكتور. يجي تاني طفل بقى، فاكر الطفل الاول التاني ده طبعا مش عارف ان في طفل اتولد قبليه، فهيجي باعت للام ار بي سيز عليها الار اتش فاكتور، بس الام دلوقتي بقت ايه؟ بقت سنسيتايزد من اول طفل، فهتبتدي تبعت للطفل ده عن طريق البلاسينتا اجسام مضاده ضد الار اتش فاكتور اسمها انتي ار اتش، هتبتدي تكسر الار بي سيز بتاعت الطفل. تبتدي تكسر الار بي سيز بتاعت الطفل، هيحصل له هيموليسيس. لما الار بي سيز بتاعت الطفل بيحصل لها هيموليسيس وتتكسر، بيطلع الهيموجلوبين اللي جواها جوه الار بي سيز. الهيموجلوبين ده عن طريق خطوات كتيره بيتحول لماده اسمها البيليروبين. ماده البيليروبين دي ماده سامه. الكبد هو اللي بيتخلص منها. وبتتكون في الطفل بكميات كبيره جدا. مشكلتها في ايه؟ ان الطفل البرين بتاعه، احنا البرين بتاعنا يا جماعه بيبقى متغطي بغشاء من بره كده اسمه البلاد برين بارير. اسمه ايه؟ اسمه البلاد برين بارير. الطفل البلاد برين بارير بتاعه ده لسه اماتيور. فكميه البيليروبين اللي كونت في الدم بتاعته تبتدي تعدي للبرين، تعمل له دامج للبرين، حاجه بنسميها كيرنيكتس، والطفل ده يموت. والطفل ايه؟ يموت. يبقى باختصار ايه قصه الاريثروبلاستوس فيتاليس؟ قصه الاريثروبلاستوس فيتاليس ان اب بوزيتيف اتجوز ام نيجاتيف، الطفل الاولاني جه بوزيتيف، بعت للام شويه ار بي سيز عليها ار اتش فاكتور، الام ما تعرفش الار اتش فاكتور بقت سنسيتايزد. جه ثاني طفل ار اتش بوزيتيف، بعت ار بي سيز عليها الار اتش فاكتور بس المره دي الام سنسيتايزد وعارفه الار اتش فاكتور، هتبتدي تبعت اجسام مضاده بكميات كبيره جدا ضد الار اتش فاكتور او الار بي سيز بتاعت الايه؟ الطفل الثاني، هتبتدي تكسر له الار بي سيز بتاعته والطفل ده يموت من زياده البيليروبين والكارنيكترز اللي هو البرين دامج. البرين دامج. القصه دي اسمها ايه؟ اسمها ريثروبلاستوزيس. هيجي لك شويه اسئله هنا. هتقول لي اشمعنى، اول سؤال اشمعنى الطفل الاولاني او امتى الطفل الاولاني لو هو ار اتش بوزيتيف امتى الطفل الاولاني يموت؟ احنا قلنا الطفل الاولاني بيعدي، امتى الطفل الاولاني يموت؟ قال لك الطفل الاولاني ممكن يموت لو الام دي كانت واخده دم ار اتش بوزيتيف قبل كده وما قالتش، الطفل ده ساعتها ممكن يموت الاولاني، لان الام من الدم اللي خدته قبل كده بقت سنسيتايزد، فلما الطفل ده هيبعت لها ار بي سيز عليها الار اتش فاكتور، الار بي سيز دي هتبتدي تتكسر على طول لان الام سنسيتايزد من الاول. تمام؟ ده اول حاجه. تاني حاجه هتقول لي افرض مثلا، هندي مثال ان الام فصيله دمها ايه والطفل فصيله دمه بي. هي مش الام ممكن هي كده مش عندها في الدم في البلازما بتاعتها انتي بي ممكن تنقلها للطفل اللي فصيله دمه بي ده؟ هقول لك لا. وهتقول لي اشمعنى
الار اتش فاكتور هي الانتي بودز بتاعته بتعدي. يعني الحته اللي انا عاوز اقولها هنا، ليه الانتي بي ما عدتش والانتي ار اتش هي اللي عدت؟ قال لك الانتي بي دي من نوع الايمينوجلوبولين ام، اجسام مضاده ام، ودي بيبقى حجمها كبير ما بتقدرش تعدي البلاسينتا. الانتي ار اتش دي من نوع ايه؟ الاجسام المضاده نوع ايه؟ قال لك جي، ودي بتبقى حجمها صغير بتقدر تعدي البلاسينتا. تمام؟ عشان كده لو ام فصيله دمها ايه والطفل فصيله دمه بي عادي مش هتفرق معايا في حاجه. انا اللي بيفرق معايا مين؟ هو ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والام ار اتش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ليه؟ لان الانتيبادز بتاعتها حجمها صغير بتقدر تعدي البلاسينتا. طيب افرض ام ار اتش نيجاتيف وهي عارفه ان هي ار اتش نيجاتيف، تحمي نفسها ازاي ان الاطفال بتقعد هيموتوا؟ قال لك في حقنه اسمها الانتي ار اتش، حقنه الانتي ار اتش. حقنه الانتي ار اتش دي بتتعطي للام بعد اول ايه؟ اول ولاده. حقنه الانتي ار اتش بتتعطي للام بعد اول ولاده وفي الولادات اللي بعد كده. دي بتحمي الام من قصه الايه؟ ان هي تبقى سنسيتايز. بتحمي الام من قصه ان هي ايه؟ تبقى سنسيتايز. تاني حاجه تبقى تخلي بالك ان الام الار اتش نيجاتيف دي عمرها ما تاخد دم ار اتش بوزيتيف، على قد ما تقدر تتاكد من القصه دي ان هي ما تاخدش دم ايه؟ دم ار اتش بوزيتيف. دي شويه حاجات ممكن تيجي في النظري. الاسئله المهمه بالنسبه لنا بقى السؤال الاولاني بالنسبه لقصه البلاد جروبس، ايه الانديكيشن اوف البلاد ترانسفيوجن؟ امتى نعمل بلاد ترانسفيوجن؟ امتى تدي دم او تحتاج ان انت تنقل دم؟ لو واحد عنده هيمرج، لو واحد عنده نزيف بحتاج انقل له بلاد. لو واحد عنده بيرن عنده حرق، ليه لو واحد عنده بيرن انت بتنقل له بتعمل له بلاد ترانسفيوجن وما بعملوش بلاد ترانسفيوجن؟ اللي عنده بيرن ده بعمل له حاجه اسمها بلازما ترانسفيوجن، لان البيرن العيان بتاع البيرن بيفقد بلازما. عارفين الفقافير اللي بتظهر بعد الحرق دي والطق بيطلع منها ماده صفراء، الماده الصفراء دي بلازما. لو واحد عنده سيفير بيرن يعني جزء كبير من جسمه هو اللي محروق، ساعتها الشخص ده بحتاج انقل له بلازما عشان اعوض السوائل اللي هو فقدها من جسمه. تمام؟ الطفل بتاع الاريثروبلاستوس فيتاليس، الطفل اللي امه ار اتش نيجاتيف وهو طلع بوزيتيف وخلاص عرفنا ان الطفل ابتدى يدخل له اجسام مضاده من الام، هل الطفل ده ممكن نلحقه؟ قال لك الطفل ده ممكن تلحقه، تعمل له حاجه اسمها اكستشينج بلاد ترانسفيوجن. بتاخد الدم الفاسد اللي جواه او الدم اللي فيه انتي بودز جواه وبتنقله دم جديد نظيف ما فيهوش اي حاجه وبتنقله دم او نيجاتيف. هتسالني ليه بتنقل للطفل ده دم او نيجاتيف؟ عشان الاو نيجاتيف ده الار بي سيز ما بتبقاش عليها اي انتيجين. فمهما كان الطفل ده عنده من اجسام مضاده في جسمه، الار بي سيز اللي انا اعطاها له من بره دي عمرها ما هتتكسر. ليه؟ ما عليهاش اي انتيجين، نظيفه. فعشان كده الدم اللي بننقله بيبقى او نيجاتيف. السؤال الثاني، والسؤال ده من اشهر الاسئله اللي بتيجي في الجزء بتاع البلاد جروبس، البريكوجنز اوف بلاد ترانسفيوجن، ايه الحاجات اللي لازم اخد بالي منها قبل ما انقل الدم لشخص؟ رقم واحد بتعمل له حاجه اسمها كروس ماتشنج. يعني ايه كروس ماتشنج؟ والاي بي او كومباتيبلتي بتشوف فصيله الدم بتاعت الشخص متطابقه مع كيس الدم اللي انت هتنقله له ولا لا. تاني حاجه قال لك لازم تتاكد ان كيس الدم اللي انت هتنقله الشخص ده ان هو فري اوف ديزيز، ما يبقاش فيه امراض. يعني ما تجيبش واحد عنده مثلا الايدز او هيباتيتس سي وتقول له تعالى اتبرع لي الدم وبعد كده تنقل الدم ده لحد تاني. لازم تتاكد ان الدم بتاعك فري اوف ديزيز، ما يبقاش فيه اي امراض. ما تجيبش واحد عنده انيميا هيموجلوبينه 8 وتيجي تقول لي تعالى اتبرع لي بكيس دم، كيس الدم اللي انت خدته منه ده كميه الهيموجلوبين فيها هتبقى قليله ومش هيفيد العيان اللي انت هتنقله له بعد كده. فلازم تتاكد ان الايه؟ ان الهيموجلوبين بتاع الشخص او الهيموجلوبين بتاع الدونر اللي هيديك كيس دم يبقى كويس. كيس الدم اللي انت خدته بيتحفظ في درجه 4 درجه سليزيوس لمده كام يوم؟ اخرنا لمده كام يوم؟ لمده 21 يوم. 4 بريكوجنز في غايه الاهميه، بيتحفظ كويس. اخر سؤال عندنا، اخر سؤال عندنا لو شخص فصيله دمه ايه وانت عطيته دم بي، عطيته كيس دم بي، ايه المشكله اللي بتحصل في الشخص اللي فصيله دمه ايه؟
قال لك المشكله اللي بتحصل في الشخص اللي فصيله دمه ايه لما يديله دم بي؟ هو السؤال الاول اللي انا عاوز اساله، كنت عاوز اساله في الاخر كده بس مش يعني ايه، كنت هسيبه لكم انتوا تفكروا فيه. ده كيس دم، هرسمها لكم بطريقه احسن. هنرسم الجسم بتاع شخص وكيس الدم دلوقتي. ده الجسم بتاع شخص اللي انا هنقله، وده فصيله دمه ايه؟ كيس الدم اللي انا هنقله من بره كيس دم بي. يعني الاربسيز بتاع كيس الدم عليها انتيجين بي، وعنده في البلازما كيس الدم ده في البلازما موجود فيه ايه؟ في انتي اي. والشخص اللي انا هنقله الدم الاربسيز بتاعته عليه انتيجين اي، وفي البلازما بتاعته في انتي اي انتي بي. ودي ادي الايه؟ ادي الانتيبادز اللي موجوده. السؤال اللي انا عاوز اساله، لما هنقل كيس الدم البي ده للشخص اللي فصيله دمه دي، اللي هيكسر كيس الدم ولا الدم بتاع الشخص اللي انا بنقله؟ سيبكم شويه تفكروا. كيس الدم اللي هيتكسر، يعني الاربسيز اللي في كيس الدم هي اللي هتتكسر ولا الاربسيز بتاعت الشخص ده هي اللي هتتكسر؟ الاجابه هنا ان كيس الدم اللي انت عاطيه من بره هو اللي هيتكسر، الاربسيز اللي انت عاطيها من بره هي اللي هتتكسر. ازاي بقى الكلام ده؟ قال لك انت مدخل، مش كيس الدم ده 500 مللي؟ الشخص ده عنده على الاقل، يعني اللي انت بتنقله ده عنده على الاقل 2 لتر دم. كميه الانتيبادز في كيس الدم اكتر ولا كميه الانتيبادز اللي عند الشخص اكتر؟ قال لك كميه الانتيبادز اللي عند الشخص اكتر. كيس الدم اللي انت عاطيه ده فيه انتيبادز، فيه انتيبادز. طب لما هنقل كيس الدم ده للشخص، قال لك الانتيبادز اللي موجوده في الكيس دي بيحصل لها ديليوشن، بيحصل لها تخفيف بالدم بتاع الشخص، فما بيبقاش ليها اي افكت. طيب بيبقى ليها افكت ضعيف خالص، بتكسر له اربسيه او اتنين مفيش مشكله. طيب انت مدخل دلوقتي عدد اربسيز قليله هنا اللي هي موجوده في كيس الدم على كميه انتيبادز كتيره جدا اللي موجوده في جسم الشخص. يبقى الاربسيز اللي بره اللي انت عاطيها من بره هي اللي هتتكسر بكميه الانتيبادز الكتيره اللي عند الشخص. يبقى اللي بيتكسر هنا عند الشخص اللي فصيله دمه ايه وانت عاطي له دم ايه من بره، الاربسيز اللي عليها انتيجين بي اللي انا عاطيها من بره دي، عشان الشخص ده عنده انتيبادز اكتر ايه في الدم بتاعه. طب هتقول لي الانتيبادز اللي موجوده في الكيس دي ما بتعملش اي تاثير؟ بقول لك بتبقى ديليوتد، بتبقى ديليوتد في الدم بتاع الشخص، بيبقى الافكت بتاعها ضعيف خالص. عارفين الدليل على كده ايه؟ ان الشخص اللي فصيله دمه ايه ده ينفع تنقله دمه او، صح؟ الدم كيس الدم الاو ده البلازما فيها انتي اي وانتي بي. ما هو السؤال اللي جه في دماغك، طب ما هو الشخص اللي فصيله دم او، او كيس الدم اللي فصيله دم او ده لما هاجي انقله الواحد ايه، المفروض الانتي اي والانتي بي اللي في كيس الدم هيكسروا الاربسيز بتاع الشخص، ما ينفعش انقله له. لا، ما هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عنها. الانتي اي والانتي بي اللي في كيس الدم لما بيخش الدم بتاع الشخص بيبقى ديليوتد، يحصل لهم تخفيف، بيبقى الافكت بتاعهم ضعيف قوي، فبيعملوش اي مشكله للشخص. عشان كده كيس الدم الاو ينفع انقله الواحد. السؤال اللي عاوز اساله هنا بقى، ايه المشكله لما انقل لواحد فصيله دمه ايه دم بي؟ هتقول لي ده انكومباتبل، اسمه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، يعني مش فصيله دم، وبنقل لواحد دم مش فصيله دم، مش فصيله الدم بتاعته. ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل اول حاجه اسمها انتيجين انتيبادي رياكشن. الانتيبادي هيبتدي يمسك في مين؟ في الانتيجين اللي موجود على الاربسيز. طب لما يحصل انتيجين انتيبادي رياكشن هيحصل اجلوتينيشن. لما يحصل اجلوتينيشن قال لك الاربسيز دي الممبرين بتاعها هيبتدي يتكسر، هيبتدي يحصل لها هيموليسيس. الاربسيز بتاعتي هيبتدي يطلع حاجات من جواها. وخلي بالك لما بيحصل اجلوتينيشن الاربسيز كمان بتبتدي تلزق في بعض، تعمل لك سمول بلاك كلوتس. سمول بلاك كلوتس، السمول بلاك كلوتس دي تروح تسد الشرايين الصغيره بالمنظر ده، فتقلل الدم للجزء من التيشوز اللي كان رايح له الشريان ده. فالجزء ده من التيشوز يبتدي يحصل فيه اسكيميا. يعني ايه كلمه اسكيميا؟ يعني الجزء من التيشوز ده ما بقاش رايح له بلط. الاسكيميا بتبتدي تعمل بين، فالشخص ده يبتدي يحس وجع في ايه؟ في ظهره، باك بين، يبتدي يحس وجع في قلبه، انجينا لو الكورونرز هي اللي اتسدت، تمام؟ فاول حاجه بتعملها ان الار بي سيز بعد ما بيحصل انتيجن انتيبادي ريكشن وريتريشن الار بي سيز تبقى كلامبد. يعني ايه كلامبد؟ تبتدي تلزق في بعض، ده تعمل له سمول كلوتس او سمول بلاك كلوتس، تبتدي تسد البلاد فيسلز الصغيره. تاني حاجه لما بيحصل اجلوتينيشن غير الاربسيز بتاعتي بتبقى كلامبد مع بعضيها،
الاربسيس في اربسيس بتتكسر، يبتدي يطلع الحاجات اللي جوه الاربسيس تبقى ماشيه في البلازما. زي ايه؟ قال لك زي الهيموجلوبين. طب ايه المشكله لما الهيموجلوبين ده يبقى ماشي في البلازما بتاعتنا؟ قال لك مشكله الهيموجلوبين لما يبقى ماشي في البلازما ان الهيموجلوبين ده بروتين. الهيموجلوبين ده ايه؟ بروتين. طب ايه المشكله لما الهيموجلوبين اللي هو البروتين ده يبتدي يزيد في البلازما؟ قال لك هيبتدي يزود اللزوجه بتاعت الدم. انت مش شويه الميه لما تلفيه تحط تفضل تحط فيهم ملح، تفضل تحط فيهم ملح، تفضل تحط فيهم ملح، التركيز بتاع الملح بيزيد. نفس القصه هنا، لما بفضل احط هيموجلوبين لوحديه، مش ار بي سيز، هيموجلوبين لوحديه في البلد بتاعنا، اللزوجه بتاعته بتزيد. فالقلب بتاعك بيبتدي يعمل مجهود، بدل ما هو مثلا كان بيضخ ميه، لا دلوقتي القلب بتاعك بقى بيضخ كانه بيضخ عسل، بيعمل مجهود ضد حاجه اللزوجه بتاعتها اعلى. فبالتالي العضله بتاعت القلب هتبتدي تتعب، لان هي بقت بتعمل مجهود اكتر. فالشخص ده ممكن يخش في هارت فيلير. الشخص ده ممكن يخش في ايه؟ في هارت فيلير. غير كده الهيموجلوبين ده بيفضل ماشي لحد ما يوصل للسبلين، يتكسر في السبلين، يبتدي يتحول لماده اسمها ايه؟ اسمها البلوروبين. يبتدي يتحول لماده اسمها البلوروبين. البلوروبين لما بيزيد في الدم، البلوروبين لما بيزيد في الدم بيعمل لنا حاجه اسمها الجوندس. الجوندس دي يعني الصفره، العيان يبتدي يصفر، وشه يصفر بسبب البلوروبين اللي زاد عنده في الدم. ايه تاني بيطلع من جوه الار بي سيز؟ في حاجه كمان، الهيموجلوبين ده كمان بيفضل ماشي 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 لحد ما يوصل للكيدني بتاعت الشخص. طب ايه المشكله لما يوصل للكيدني بتاعت الشخص؟ قال لك لما الهيموجلوبين بيوصل للكيدني بتاعت الشخص ده، المفروض الهيموجلوبين ما يبقاش ماشي في البلازما لوحده كده. لما بيوصل للكيدني بتاعت الشخص، التيبيولز بتاعت الشخص ده فيها ماده الاتش سي ال، فيها حمض اسمه اتش سي ال. المفروض ان هو بيحصل له اكسكريشن عن طريق الكيدني. طب الهيموجلوبين لما يلاقي اتش سي ال هيبتدي يكون لك ماده خدناها في اول سيكشن، ماده اسمها اسيد هيماتين. بس الاسيد هيماتين اللي بيتكون في الكيدني هنا بيبقى في صوره كريستالز، في صوره حصو. يبتدي الحصو ده يسد التوبيولز بتاعت الكيدني، يدخل العيان ده في رينال فيلير، لان الكيدني مش عارفه تصرف اليورين. ايه تاني بيخرج من جوه الار بي سيز بتاعتنا؟ قال لك بيخرج ماده اسمها الهيستامين. ماده الهيستامين دي ماده فازو دايليتور. يعني ايه ماده فازو دايليتور؟ يعني البلاد بتشتغل على البلاد فيسلز. البلاد فيسل بتاعك بدل ما بيبقى شكله عامل كده، اول ما يشتغل عليه ماده الهيستامين بتلاقي شكله بقى عامل كده، بقى دايليتد، بقى واسع. طيب ضغط الدم اللي مسؤول عنه؟ قال لك الضغط بتاع الدم وهو ماشي على الفيسل وول. طب لما انا وسعت كده الفيسل وول، الفيسل بتاعي، الدم هيبقى ماشي هنا، هل هيبقى عامل ضغط على الول ده؟ لا. فهتلاقي ضغط الدم بتاع الضخ الشخص ده وقع، بقى لو بلاد بريشر. لو بلاد بريشر يعني الشخص ده بقى شوكت. الشخص ده بقى ايه؟ بقى شوكت. ايه اللي بيطلع تاني عندنا من جوه الار بي سيز بعد الهيموجلوبين والهيستامين؟ قال لك بيطلع عندك بوتاسيوم. البوتاسيوم بيزيد في البلازما. لما البوتاسيوم يزيد في البلازما، مشكله البوتاسيوم ان اكتر حته بيأثر عليها لما بيزيد في الدم بيأثر على الهارت، بيأثر على القلب. فيبتدي يعمل لخبطه في الكهرباء بتاعت القلب بالنسبه للشخص ده، يدخله بحاجه اسمها الريزميا. يعني ايه الريزميا؟ يعني لخبطه في ضربات القلب. يعني انتوا احفظوها ان هي لخبطه في ضربات القلب. فبالتالي الشخص ده ايه؟ بيبقى عنده مشاكل في الكهرباء بتاعت القلب اللي اسمها ايه؟ اسمها الريزميا. السؤال ده لما بيجي ازاي؟ بسألك بقول لك ايه الكومبليكيشن بتاعت الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن؟ ايه المشاكل اللي بتعملها او اللي بتحصل لما بنقل لواحد دم مش دمه؟ بيبقى جاست انوبريشن، مش عاوز تفاصيل. يعني هتقول لي الشخص ده ايه اللي بيحصل عنده؟ هتقول لي اول حاجه الار بي سيز بتاعته بتبقى كلامبت. رقم واحد الار بي سيز بتاعته بتبقى كلامبت، بتسد البلاد فيسلز الصغيره، بتعمل له بين، بتعمل له وجع. رقم اثنين بيبتدي يطلع شويه حاجات من جوه الار بي سيز في البلازما. رقم واحد عندنا الهيموجلوبين بيزود الفيسكوستي اوف بلاد، بيبتدي يدخل عند هارت فيلير، بيبتدي يتحول لبلوروبين يعمل له جوندس، بيبتدي يروح على الكيدني يعمل اسيد هيماتين كريستالز يعمل له رينال فيلير. بعد كده رقم ثلاثه، كل ده باختصار، الهيستامين بيعمل فازو دايلاتيشن، بيدخل العيان ده في شوك. بعد كده رقم اربعه عندنا بيزيد البوتاسيوم، بيعمل العيان ده اريزمي. بس شكرا، انا مش عاوز اكتر من كده في الكومبليكيشن بتاعت الانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. احنا كده الحمد لله خلصنا العمل بتاع البلاد كله.
حاولوا على قد ما تقدروا ان شاء الله ان انتوا تذاكروا واقروا كده لحد ما نفهم، بس لو في اي تفاصيل جديده بالنسبه للامتحانات اي حاجه هتبقى ماشيه ازاي ان شاء الله بالنسبة.